والحوار معنا النهاردة حول الثورة في اليمن. المخاوف من الانزلاق لهوة حرب أهلية ربما هي دافع اليمنيين اليوم للبحث عن حل لأزمتهم، لكن لكل فريق طريقته. فالرئيس عبد الله صالح طرح رؤية خاصة لإنهاء الأزمة مفاداها. التوقيع على اتفاق تسوية مع المعارضة يستند إلى بنود المبادرة الخليجية. يلي ذلك حوار يتم فيه الاتفاق على آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف. ويعد هذا أول تعليق للرئيس اليمني على قرار مجلس الأمن الذي دعا صالح للتعامل إيجابيا مع المبادرة الخليجية لحل الأزمة في بلاده. وكانت الحكومة اليمنية يؤمن عليه من قبل تطلعات الشعب وثواره في الساحة. القرار في ديباجته، وهذه يمكن تكون من حسناته، طلب من رئيس البلاد أن يوقع فورا على الاتفاقية وأن يكون على المبادرة الخليجية. يوقع نعم يوقع ذلك. القرار الأخير لمجلس الأمن إذا أخذناه وفقا لتوقعات الساحة اليمنية التي طرحت على بساط حياة الشعب اليمني نضاليا وشهداء ودماء لمدة تزيد عن 9 أشهر، هذا القرار لم يكن ترجمة لما كان يؤمل عليه من قبل تطلعات الشعب وثواره في الساحة. القرار في ديباجته، وهذه يمكن تكون من حسناته، طلب من رئيس البلاد أن يوقع فورا على الاتفاقية وأن يكون على المبادرة الخليجية. يوقع نعم يوقع المبادرة بعد التلكؤ الذي يعني أدخل البلد في دهاليز، وأدخل معه الذين تطوعوا لخدمة البلد وأهدوا للنظام مبادرة لو كان راغبا في تجفيف منابع الدماء التي أسالها، ولديه الرغبة في أن يقدم طروحات يغاير بها ويغادر بها ساحة القتل التي أمعن هو وأمثاله، لكان التقط الأمر ودخل في ممارسة عملية للتوقيع على بنود الاتفاقية والشروع في المراحل الأخرى التي تجنب البلد وتجنب الثوار في الساحات ومقبل الشعب اليمني كل ما قدم من تضحيات، ومن يضمره هذا النظام على رأس هذا الرئيس من مواقف لا يريد إلا أن يبقي الأمر يدور في عجلة مفرغة من أي التزامات تفضي إلى التزامات حقيقية وتعطي للاتفاقية الدولية. نعم، ومع ذلك الحكومة اليمنية رحبت بقرار مجلس الأمن. حنستكمل هذه النقطة، ولكن بعد أن نذهب إلى موجز لأهم الأنباء مع الزميلة إيمان عبد الباقي. إليك إيمان. شكرا لك شادي، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز الانباء. حددت اللجنه القضائيه العليا للانتخابات البرلمانيه الاول من نوفمبر المقبل موعدا لاعلان الكشوف النهائيه للمرشحين لمجلسي الشعب والشورى. كما خصصت اللجنه يومي 30 و31 من اكتوبر الجاري للفصل في الطعون والاعتراضات التي يتم تقديمها على المرشحين والتي تنتهي غدا الخميس. أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم حكما بالسجن المشدد 7 سنوات على عنصري الأمن المتهمين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية في قضية مقتل الشاب خالد سعيد. وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وترجع واقع القضية إلى أوساط العام الماضي أثناء محاولة القبض على خالد سعيد تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده من قبل
من قبل فردي الأمن أمين شرطة محمود صلاح محمودة ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان خلال تواجده بموقع إنترنت بالقرب من مسكنه بوسط الإسكندرية. أعرب رئيس الوفد الوزاري العربي المكلف بالوساطة بين القيادة السورية والمعارضة أعرب عن ارتياحه بعيد لقاء الوفد مع رئيس السوري بشار الأسد معلنا مواصلة اللقاء في 30 من الشهر الجاري. يأتي ذلك فيما أفاد ناشطون حقوقيون بمقتل 11 شخصا بينهم طفلان برصاص الأمن السوري، كما قتل 9 عسكريين بينهم ضابط بعدما أطلق مسلحون قذيفة RPG على حافلة كانت تقل عناصر من الجيش في قرية الحمرات قرب مدينة حماة بوسط البلاد. تجددت المواجهات بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح ومعارضيه بعد خرق هدنة ووقف إطلاق النار بين الجانبين، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا في صنعاء وتعز. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أن صالح أكد لسفيرها في صنعاء أنه ينوي التنحي، فيما أبلغ مسؤول الحزب اليمني الحاكم دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين أن الرئيس اليمني سيوافق على المبادرة الخليجية شريطة أن يظل في السلطة حتى إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما رفضته المعارضة. قال مسؤول عسكري رفيع في المجلس الوطني الانتقالي الليبي اليوم الأربعاء، قال إن سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي الهاربين يعرضان تسليم نفسيهما للمحكمة الجنائية الدولية في لاهايا. كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كل من سيف الإسلام والرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي والعقيد الراحل معمر القذافي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأكد مسؤول في حكومة النيجر أن سيف الإسلام شوهد يتنقل بصحبة مقاتلين من الطوارق من ليبيا إلى النيجر عبر الجزائر. نهاية موجز الأنباء، تفاصيل أو فعل موقعنا nile.eg. الآن نعود لشادي شاش من القاهرة. شكرا لك إيمان، نعود مرة أخرى إلى برنامج من القاهرة، ولكن قبل أن نستكمل موضوعنا عن مسار الثورة اليمنية في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2014، نعود مرة أخرى إلى انتخابات نقابة الصحفيين في مصر، حيث تأكد فوز الأستاذ ممدوح الولي بمنصب نقيب الصحفيين. وللوقوف حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ طارق العوضي الصحفي. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا بحضرتك. يعني تأكد بالفعل فوز الأستاذ ممدوح الولي؟ بالفعل لنا منذ دقائق قليلة فوز الأستاذ ممدوح الولي بمنصب نقيب الصحفيين بواقع 1646 صوتا، فيما حصل منافسه الأستاذ ممدوح الأستاذ على 1699 صوتا، وبذلك يكون ممدوح الولي هو اول نقيب الصحفيين بعد ثورة 25 يناير. وهناك الان تقام يعني اجواء احتفاليه من قبل انصار الاستاذ ممدوح الولي داخل نقابة الصحفيين احتفالا بهذا الفضل. طيب يعني صفر ايضا اجواء هذه الانتخابات منذ ان بدا هذا اليوم، سمعنا انه صارت اشاعه في اول اليوم بانه النصاب القانوني للجمعية العمومية لم يكتمل اليوم، ولهذا خرج يعني صحفيون إلى منازلهم ولم يمكثوا لحين انتظار الانتخابات. هل حدث هذا بالفعل؟ هذا حدث تقريبا في حوالي الساعة 8 ظهرا. كان النصاب القانوني للنقابة وهو المفترض حوالي 3000 صوت لم يكتمل بعد، وقام المستشار المشرف على انتخابات صف الصحفيين بسحب باقي الاوراق، واعلن بذلك وقف انتخابات صف الصحفيين وتاجيلها الى موعد اخر الى حين اكتمال هذا النصاب، غير انه جرت هناك مفاوضات بين مجموعه من الصحفيين واللجنه القضائيه المشرفه يعني في محاوله لفتح باب خصوص من جديد. وبالفعل اكتملت النصاب القانوني في حوالي الساعه 3:30 تقريبا عصرا، وبدا التصويت في حوالي الساعه 4 عصرا، واغلق باب التصويت في حوالي الساعه 8، وبدا الفرد بعدها وقلنا منذ دقائق فوز ممدوح هو نقيب الصحفيين. طيب بغض النظر عن هذه النقطه، هل حدثت في وجهه نظرك اي تجاوزات في الانتخابات اليوم؟ والله انا اعتقد كانت هناك تصرفات الى حد ما يعني كان هناك تدخل للدين صريح في هذه الانتخابات، فكان بعض المرشحون او كان بعض المرشحين يستخدمون المصاحف
في الدعاية لهم رغم انهم غير منتمين لجماعة الاخوان المسلمين ولا يمثل الجماعة بأي صلة. فكان مكتوب على اوراق الانتخابية داخل المصاحف وتوزع على باب اللجان. هذا كان تصرف غير مقبول. انا شخصيا تم توزيع هذا المصحف علي، فقمت باخذ المصحف والقاء هذه الورقة الانتخابية في اقرب سلة يعني. فكان هناك يعني كان هناك تدخل غير مقبول باستخدام المصاحف واستخدام الدين في الانتخابات. فاعتقد ان هذا يعني هذا هو التجاوز الذي شهدته من قبل يوم. ولكن ذلك لم يؤثر بالطبع على النتيجة وعلى انتخابات النقابة وعلى الاقبال في هذه الانتخابات. شكرا لك استاذ طارق العوضي الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط. اذا نبارك الاستاذ ممدوح الوالي نقيبا جديدا للصحفيين في مصر، ونعود مره اخرى الى حوارنا على الهواء مباشره حول مسار الثوره اليمنيه في ضوء صدور قرار لمجلس الامن الدولي. ما زال معنا الدكتور علي عبد الكريم عضو المجلس الوطني والامين العام المساعد لجماعه الدول العربيه للشؤون الاقتصاديه سابقا، والسيد علي عشال عضو مجلس النواب وعضو المجلس الوطني اليمني. سيد علي، نلاحظ انه منذ صدور قرار مجلس الامن تزايدت حده المواجهات المسلحه ما بين القوات الحكوميه متمثله في الحرس الجمهوري وقوات الامن، وايضا بين قوات الفرقه الاولى مدرع بقياده اللواء علي محسن الاحمر. يعني اذا كانت الحكومه اليمنيه قد رحبت بصدور هذا القرار، لماذا اشتعلت هذه المواجهات المسلحه التي قيل طبعا انها من قبل الحكومه والقوات الموليه، الحكومه هي التي اشعلت الموقف؟ اعتقد ببساطه ان الموضوع كون هذا القرار الاممي ياتي من مجلس الامن بتناول الوضع في اليمن ويدفع باتجاه ان تكون المبادره الخليجيه هي الاساس التي سيبنى عليها عملية انتقال السلطة، وأن المجتمع الدولي أصبح اليوم منحازا لهذه المبادرة ويرى فيها أنها المخرج الآمن والسلس الذي يمكن أن يحفظ اليمن أمنها واستقرارها ووحدتها. هذا الأمر لم يرق للنظام، وبالتالي أراد أن يخلق وضعا آخر مغاير لوضع ما قبل هذا القرار الدولي. بمعنى الاتجاه إلى خلق مزيد من العنف، لخلق واقع جديد في العاصمة صنعاء يوحي بأن الناس في هذه العاصمة قد تجاوز بنود هذه المبادرة، وبالتالي جاءت هذه الهجمة الشرسة في قتل يعني الشباب في ساحات التغيير ومحاولة ضرب يعني قيادة الفرقة الأولى، رغم أننا نعلم أن الفرقة الأولى وهي منحاز يعني جزء من الجيش الذي انحاز إلى قوى الثورة لم تقم بأي عملية مبادرة. محاولة استثارة هذه القوى العسكرية لجرها إلى مربع العنف لخلط الأوراق في هذه المرحلة ما صنعاء يوحي بأن الأمور ستكون في غاية الصعوبة إذا ما علمنا أن هنيد جمال بن عمر سيأتي إلى صنعاء صورة وضعية، وأراد النظام أن يصطنعها ويختلقها بهذه الصورة. لأن القرار الأممي الذي لم يأتي بجديد، ولكنها أعتقد أنه خطوة في الاتجاه الإيجابي من المجتمع الدولي، لأن النظام تعرى في المستوى الإقليمي بسبب رفضه لهذه المبادرة، واليوم هو ينكشف أمام النظام. أعلن وقف لإطلاق النار، ولكن بعده أيضا تم قصف شمال صنعاء. يعني اليوم يا سيدي تقصف صنعاء وتقصف مدينة تعز الفتنة والأعمال العنف أيضا في محافظة عدن. نحن اليوم أخي الكريم نتحدث عن بيان صدر من الجيش الموالي للثورة يتحدث عن أن الطائرة التي انفجرت ببعض الطيارين السوريين، وهذه معلومة ينبغي للعالم اليوم أن تأخذ حظها، عندما عجز في أن يستدعي القوى من الطرب لمناطق نهم وأرحب وبعض المناطق بدأ يستورد بعض الطيارين. اتضح اليوم من خلال البيان أن هناك تنسيق ما بين الحكومة في اليمن والحكومة في سوريا على قمع الشعوب. لا يعني يبدو ان الانظمه الوالغه في دماء الناس يبدو ان قلبها على قلب بعض، وهي اليوم تقوم بعمليه مسانده لبعضها البعض، خاصه بعد ما حدث هذه الارشاديه التي قام بها الطيار الذي كان ينقل مجموعه الطيارين. اليوم اعلن في بيان عسكري من قوى الثوره او القوى العسكريه المواليه للثوره أن هذه العملية قام بها ضابط في سلاح الجو اليمني حتى يمنع هؤلاء الطيارين من أن يصلوا إلى قاعدة العند للتحرك بالطائرات لتنفيذ عليها إلا قوى مساندة من الخارج. أما على مستوى الداخل فقد يعني فقد عدالة القضية التي يحاول أن يصنع منها وضعية يستمر من خلال. أعتقد أن النظام هو الذي اليوم لأنه يتوقع أن هذا العنف سيخلق واقع جديد في اليمن، بينما هو سيكون
يعني رسم الخاتمة لهذا النظام السياسي، ولكنها خاتمة ستكون مذلة ومخزية للأسف. دكتور علي عبد الكريم، هل من ضمن ما جاء من بنود أو نقاط في قرار مجلس الأمن نقطة تتحدث عن عدم ملاحقة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قضائيا إذا ما ترك السلطة؟ هذه هي الإشكالية التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الأخير. مجلس الأمن في دياجته أشار إلى أهمية أن كل من ارتكب جريمة وأثار دما وحول الساحات إلى أشلاء ينبغي أن لا يفوت من العدالة وأن يكون قيد المساءلة في إطار من المشروعية القانونية وفي إطار من مقتضيات القوانين المشروعية الدولية. مجلس الأمن وهو يحيل القرار إلى المبادرة الخليجية أدخل المسألة في تناقض، لأن في المبادرة الخليجية فيها يعني في تداعيات تطبيق هذه المبادرة أن يصار إلى تحديد نوع من الضمانات للحاكم والذين رافقوه في مسيرته. هذه الإشكالية طبعا المجتمع الدولي وطبعا مجلس الأمن أمام مسؤولية أن الذين يجرمون في حق الشعوب ينبغي ألا يكونون في محطات يتنصرون فيها عما ارتكبوه وأن يجدوا مظلة تحميهم من عواقب أفعالهم في هذه المسألة. مجلس الأمن لديه قراءات في هذه المسألة، يقول أن المبادرة الخليجية التي توافق عليها الأطراف تضمن شيء من هذا القبيل، لكن نحن نقول حتى برغم تقدمته هذه المبادرة من هذه الضمانة للنظام وعلى رأسه الرئيس علي عبد الله صالح، هو من الناحية العملية يرفضها رفضا قاطعا ويتملص منها ويراها ويريد أن يضع المجتمع الدولي أمام قضايا تفريعية لا يدخل في صلب الأمر. الأمر ينبغي أن يسرع على النحو التالي، أن ندخل مباشرة في توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية، وهذا التوقيع يفضي إلى أن يصبح الرئيس غير ذي مسؤولية مشروعية في هذه المرحلة، وتحال المسألة إلى نائبه وفقا لنصوص المبادرة، ثم ندخل مباشرة في الخطوات التنفيذية الأخرى. هذه المسألة في قراءة النظام يراوغ على النحو التالي: في كل محطة من محطات الصراع الذي امتد طيلة 9 أشهر كان يبادر إلى 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 مقولة لها تفسير عجيب صار في القاموس السياسي: نحن نوحد بهذه المبادرة وسنتعاطى معها بإيجابية. قالها عن المبادرة الخليجية وتعاطى معها إيجابية عن طريق مزيد من التدمير وزيد من التنصل ومزيد من المعارك التي أوصلت في إحدى الليالي أن عبد اللطيف الزياني ومعه مجموعة من الدبلوماسيين لأعضاء مجلس الأمن كادوا أن يكونوا محاصرين في ثكنة عسكرية، ويومها الرئيس قال أنا أتعاطى مع هذه المبادرة بإيجابية عن طريق هذه الصورة الهزلية. هو الآن يعيد تمثيل المشهد وفقا لقراءة كما يقولون التاريخ لا يعود نفسه بأسوأ صوره دائما. هو يعيد الآن القراءة ويقول أنا سأتعامل مع هذه الإيجابية بإيجابية وسأتنحى كما قال السفير الأمريكي مؤخرا، ولكن سأتنحى يعني عشرات المرات. نعم، هو يستخدم سوف أتنحى، سوف أتنحى، وسوف في اللغة العربية تسويف. أيوه، وتنقيط للزمن لا تجد له يعني نقطة التقاء. مع التحرك الفعلي. الأمر لم يعد مستصاغا من الذين تقدموا المبادرة ولا من مجلس الأمن الذي طرح هذه التخريجة التاريخية للانتقال من واقع الحرب الذي فرض النظام إلى واقع يقود اليمن إلى ساحة أخرى غير ساحة القتل التي أمتنها النظام، ولكنه في كل مرة
يدخل في غيبه من الزهايمر. هو لا يتذكر انه قد اطلق عودا تلو العود. هو لا يتذكر او يتذكر ويراوغ يعني. لا يعني هو يريد ان يتذكر ام لا. هو يريد ان يتذكر. ولكن الساحات التي انتجت واقعا جديدا من معاول الشباب الذين امتلكوا افكارا وعقولا جديده طرحوا رساله بسيطه في المعنى. يقولون لهذا الرئيس: أنت الذي فاتك القطار، أما نحن سنصلح مسار القطار الجديد، فعليك ألا تقف عقبة في طريقنا. سكة القطار انتهت لأن التاريخ تحرك، ومتى يتحرك التاريخ طيب تنتهي أمامه كل صغير. طيب سيد علي عشان يعني هناك نوعين من الرقابة والمتابعة جاءت في البندين 11 و12 من قرار مجلس الأمن الدولي، بيعطي صفة إلزامية وضغوط لتنفيذ هذا القرار. عندما يكتشف الغرب ومجلس الأمن الدولي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رحب بهذا القرار في الظاهر ولكن لا ينفذ شيء على أرض الواقع، يعني هل تعتقد أنه من الممكن أن يتطور الأمر دوليا إلى شيء أكثر جدية أو محاولة لتنفيذ هذا القرار بالقوة مثلا؟ أعتقد أنه كل يوم تزداد الحبل التفافا على رقبة هذا النظام، وأن النظام قد استمر الكذب إلى درجة لم يعد فيها من متسع أمام يعني الرأي العام المحلي ولا الجوار الإقليمي ولا المجتمع الدولي في أن يستمروا ممالئين لهذا النظام وهم كل يوم يسمعون منهم مزيد من الكذب. أعتقد أن الآليات الرقابة وإن كانت متراخية وضعيفة التي أشار إليها القرار كونه تحدث أنه بعد 30 يوما على الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع تقريرا بخصوص ما الذي تم تنفيذه من بنود هذا القرار، وأن يظل الأمر مرتبطا كل 60 يوما يقدم تقرير، وأن يظل الأمر تحت النظر في الفترة القادمة. أعتقد أن هذا الأمر فيه كثير من التراخي. أخي الكريم، عندما نتحدث عن المبادرة الخليجية وعن ما طرحه أستاذ الكريم بخصوص الضمانات، الضمانات هذه منحت قبل 7 أشهر تقريبا أو 8 أشهر. لو حسبنا حجم القتل الذي حصل في الساحات والميادين لما استوعب أحد في اليمن أن يعطى هذا الشيك على البياض، كارت بلانش على يعني شيك على بياض للنظام أن اقتل واصحل وأرق مزيدا من الدماء، فإن في الأخير مبادرة خليجية تنتظرك ستمنحك الضمانة. لو حسبنا هذه الضمانات وضعت وإراقة الدماء كانت يعني في بدايتها من بعد جمعة الكرامة في شهر مارس، يعني بعدها طرحت هذه المبادرة، حينها كان حجم الدماء والأشلاء يمكن أن نقول أننا رغم أن كل دم غالي علينا لكن سنقول أن المبادرة من توقيعها في تلك الفترة ستعطي بعض الضمانات أو تعطي الضمانات للنظام. اليوم بعد هذا التنكيل نحن الآن نتحدث عن آلاف من القتلى في بعض التقارير، يعني ليس لدي رقما إحصائيا يعني، ولكن يعني فيما أعلم أن الرقم يقترب من 2000 إذا ما حسبناهم، ونتكلم عن ما يربو على 20,000 من الجرحى. وبالتالي نظام يمنح له هذا المزيد من الوقت، ونحن جميعا نعلم أن النظام لم يقبل بالمبادرة الخليجية إلا للدخول في التسويف والمماطلة، فكون الإخوة في الخليج صبروا لفترة طويلة جاء خروج الرئيس من اليمن وأعطى حالة من السكون في الواقع اليمني، واعتقد الناس أنه بخروج الرئيس سيوفر أرضية صالحة لجعل بنود المبادرة قابلة للتنفيذ. بعودة الرجل ومنذ عودته في اليوم الأول سقطت المزيد من الدماء في اليمن، وظل القتل هو الحالة السائدة في الساحات، وظلت هي السياسة المنتهجة من قبل النظام. وبالتالي أنا أقول أن الآليات التي تحدث عنها قرار مجلس الأمن هي آليات رقابية ضعيفة. نحن كنا نؤمل أن يلوح بعقوبات. نحن اليوم أخي الكريم السفن ترسو في ميناء الحديدة محملة بالأسلحة والدخائر لنظام يمارس القتل. المجتمع الدولي حينما نحن اليوم نقتل مرتين، مرة برصاص النظام ومرة بصمت المجتمع الدولي والتسهيلات التي يقدمها لهذا النظام. فأنا شخصيا لا أرى أن هذا القرار
قد أعطى من آليات الرقابة ومن آليات المتابعة للحالة اليمنية ما يرتف ما يرتقي إلى مستوى هذا الخطر الذي يدهمنا. طيب لماذا يعني سيد علي عشان قال انه الغرب ما زال يعني بيدعم هذا النظام بشكل او باخر، لماذا يدعم الغرب نظام بهذا الشكل وقد راى من قبل انظمه عربيه كان يدعمها وسقطت؟ يعني الا يدرك الغرب انه هذه الانظمه مهما طال امدها في سبيلها الى السقوط؟ هي هذه المشكله التي علينا ان نتعمق بها ثقافيا في اطار تعاملنا مع الغرب. الغرب أنتج هذه الأنظمة ودعمها ووفرها كل الإمكانات لكي يطول بها الزمن أكثر من 3 إلى 4 عقود، ووفر لها كل الإمكانات. وهو يستقرأ يعني جملة التغييرات التي ستأتي بعيد اندهار هذه الأنظمة له قراءات وفقا للمصالح التي يبني عليها مستقبل المنطقة. هو لا يريد تغييرات جذرية حقيقية تطفو على سطح واقع الثورات التي اندلعت هنا وهناك. هو يريد ان يوائم بين مصالحه وبين مصالح الفئة الاجتماعية التي يرى انها اقرب الى نمط تفكيره، ولهذا يجري انتخاب المواقف التي من خلالها يعيد تقييم مواقفه يعني بطريقة تثير الاستغراب. هو له قراءات بالنسبة للملف السوري تكاد تكون منفردة، قراءاته بالنسبة للملف اليمني لها تفسيرات أخرى، بالنسبة للملف الليبي هذا التباين وهذه المقاربات تعكس لدينا أن الموقف الغربي إجمالا وفي مقدمة الموقف الأمريكي لا يبني مواقفه وفقا لمصالح الشعوب، ولكنه يبني مواقفه في هذا البلد أو ذاك وفقا لتقديره لمصالح تنسجم مع رؤيته لكيفية استقرار الإقليم الذي يريد أن يكون مهما عليه وآفاق المستقبل التي من خلالها يعني تدور مصالحه وفقا لثلاث قراءات وثلاث مسائل أساسية. هو في الأول والأخير يريد أن يؤمن تأمين كامل مسألة الطاقة في المنطقة الكاملة، ويريد في المرحلة في الأمر الثاني الممرات التي من خلالها يعيد توزيع المصالح والسيطرة عليها بما يؤمن وجود أنظمة أقرب إلى فهمه وتنسجم مع مرئياته ولا تخرج عن نطاق ما يخطط من قبل يعني هذه المسألة. من هنا يأتي هذا التناقض في كيفية الدفع بالمساندة الثورات، يعني مساندة حقيقية وتتراوح الموقف بين اما القراءة يعني الى نصف الكوب والكوب الاخر سيملأه بالمياه التي يريد هو نفسه ان يشكل لونها وريحتها وكيفية تبخرها بشكل سريع او خفيف. هذه الأنظمة هي عبء عليه هو كما كانت عبء على الشعوب. واذا اراد ان يعيد صياغة منطقة الشرق الاوسط صياغة حقيقية بعيد عن تأمين المصالح للمعسكر في القضية الصراع العربي الاسرائيلي وفي قضية الصراع في المنطقة التي يراد إدخالها في ملف صراع آخر سني شيعي إيراني عربي، هذه مسألة استوعبها الفعل الثوري العربي في نطاق مفعول الثورات، ويريد من الغرب أن يعيد قراءاته قراءة أخرى بعيدا عن المركزية الأوروبية وبعيدا عن الهيمنة الأوروبية وأن يعطي مساحة كاملة للثورات أن تمضي قدما، لأن مصالح المستقبل مع تغيير حقيقي في مصالح الشعوب، لأن ستلتقي المصالح وفقا للقراءة التي تقول أن العالم يتجه مستقبلا لإعادة ترتيب الأوضاع بعيد عن الحروب بعيد عن الانتخاب بعيد عن الابتزاز. طيب أخيرا يعني في ضوء ما تفضل به الدكتور علي عبد الكريم، برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لمسار الثورة اليمنية في المرحلة القادمة بعد صدور قرار مجلس الأمن؟ أنا أعتقد أنه بعد صدور قرار مجلس الأمن يفترض
أن يدفع المجتمع الدولي باتجاه حشر النظام في الزاوية وإجبار النظام من خلال اعتماد آليات. نحن نرى هذا التباين في الرؤية لربيع الثورة العربية كما قال أستاذي يختلف من قطر إلى آخر. صحيح. نجد بعض الأنظمة طبقت عليها عقوبات. نرى في الحالة اليمنية أن هذه العقوبات وأن المجتمع الدولي لا زال يغلف يديه بقفاز ناعم ليلامس الهم اليمني. نحن نريد أن تتجه هذه العقوبات باتجاه رأس النظام وباتجاه عصبة المركز التي أوصلتنا يعني إلى ما وصلنا إليه والتي تمارس اليوم يعني أعمال بشعة من القمع والقتل والتبديد للثروات. أخي الكريم احتياطيات اليمن اليوم تنفد أمام حالة شراء الولاءات التي يمارسها النظام. الوضع اليمني في فترة 5 سنوات الماضية كل التقارير الدولية تشير بوضوح إلى أن اليمن بلد على شفير الهاوية وأن اليمن دولة قد توفرت فيها كل معطيات وأسباب الفشل. وبالتالي المجتمع الدولي اليوم ينبغي أن يدفع باتجاه أن يجعل المخرج السياسي الذي هو اليوم وحيد ومطروح على الطاولة وهو المبادرة الخليجية محل تنفيذ على اعتبار أنها الحدود الدنيا المقبولة لدى قوى التغيير في اليمن. وبالتالي ما لم يحصل هذا المخرج فأعتقد أن شباب الثورة الذين ظلوا من بداية طرح هذه المبادرة لا يراهنون على نجاحها على اعتبار أنهم يعلمون زيف هذا النظام في ادعاءاته وكذب هذا النظام في القبول بهذه المبادرات. أعتقد أنهم قد اخططوا طريقهم ويعلمون أن طريقهم طريق سيقدمهم فيها الغالي والرخيص من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافهم. ما لم يحصل التغيير ويدفع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار في اليمن ليحقق الأمن والاستقرار لجواره الإقليمي ولمحيطه الدولي فأعتقد أن اليمن تتجه باتجاه خيارات يريد النظام أن يفرضها اليوم على الناس. ولكنني أعتقد أن شباب وساحات التغيير والقوى الحية في المجتمع اليمني قادرة على مواجهة التحدي وقادرة على إيصال النظام إلى الدرجة القصوى من التسليم بإرادة الأمة. نتمنى هذا وتحية بالتأكيد من كل ثوار مصر إلى ثوار اليمن. بنشكرك سيد علي عشال عضو مجلس النواب وعضو المجلس الوطني اليمني، شكرا جزيلا لك. وأيضا بنشكر الدكتور علي عبد الكريم عضو المجلس الوطني الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية سابقا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا حوار آخر بعد هذا الفاصل مع الزميلة أمل رشدي، ابقوا معنا. خير النظام السابق الشعب المصري بين وجوده والفوضى الأمنية، وكان المراقبون يتوقعون عقب سقوط النظام السابق أن تحدث فوضى أمنية بالفعل، منها ما هو عشوائي ومنها ما هو منظم من قبل فلول النظام السابق.